هنالك من يتلاعب بقضية الضرائب. يعني مثلا أكو ورقة بملف أو إضبارة لشركة معينة، هذه الورقة إذا رفعناها وهي هذه الورقة ما موجودة لا بديوان الرقابة المالية بعدها ما واصلة ولا بمؤسسات أخرى للدولة، وبالتالي لم يتم الكشف عليها. عندما تسحب هذه الورقة ستسحب منها تقريبا 3 أو 4 مليار. شنو طبيعة هذه الورقة اللي يعني ورقة مثلا على سبيل المثال الشركات أرباحها اليوم 100 مليار وعدها أرباح أخرى بالشهر الآخر مثلا 200 مليون، يعني 200 مليار مثلا أو 100 مليار، يعني كمبلغ مثال نضرب مثال. الشهر الأول من فرضنا على 100 مليار أخذنا حصيلة ضريبية وضميناها للإيرادات الضريبية بشكل طبيعي وذهبت إلى خزينة الدولة المالية، لكن الشهر الآخر مثلا تقدر أرباحهم بكذا مليار، نقلل الأرباح. هذه واحدة. القضية الثانية قضية التقييم المخمنين، هذه قضية جدا مهمة. قضية المخمن عنده حد أعلى يسمى بقضية الضريبة وحد أدنى، يتم التلاعب ما بين هذين الحدين ومن ثم تخرج مبالغ معينة للمخمن، ما أذكر اسم معين يعني لأنه هذه قضية موجودة بكل البلدان، لكن بالبلدان النامية والريعية تكثر هذه المسائل. هذا المخمن إلى سقف للتقدير. نعم مثل ما تم ذكره بالتسريب الصوتي اللي قال إحنا راح نسويها 89 بينما هي 7 مليار، الفرق كبير جدا.